فض كيفكم؟ كيفكم؟ شو الأخبار؟ شو الأخبار؟ حلقة اليوم في أكل زاكي. حلقة اليوم؟ حلقة اليوم إحنا بدنا ناكل كوكيز. إحنا ناكل كوكيز. واليوم في معي ضيف كتير مهم يا جماعة. هذا الضيف أخيراً إجا قد ما حكى إنه بيطلع معي بحلقة أخيراً حيطلع معي بحلقة. بنتي مريم. بويا. يلا مريم اهلا اهلا. طبعا كالعاده مسز فضل بتقدرش تطلع معنا بالقرارات بس هي بتساعدني هون بالكاميرا فجابت لنا شيء عشان نكمل على هذا. بتعرفوا حليب وكوكيز مع بعض. هلا يا اخوان عشان تكونوا بالصوره احنا الحلقه اليوم برعايه محل كوكيز. كوكيز من المحلات كثير حلوه. كيف شفت المحل كثير حلو؟ رحنا عليه اليوم كان كثير كثير حلو ومريم عجبها الموضوع فقررنا انه احنا نجيب المنيو كامل كالعادة. طيب هلا اول شيء مريم بدنا نجربه انا وياكي هاي الريد فيلفت. اوبا هاي الريد فيلفت يا اخوان كلنا بنعرف ايش هي كيف الريد فيلفت بس هاي الريد فيلفت عاملينها كوكي طبعا عشان احنا نعرف ايش مبدئيا هذا المحل يا اخوان. زي ما انتم شايفين مريم بتحكي انجليزي كثير متعوده من المدارس على الانجليزي فما تاخذوها اذا تخلفت بالانجليزي صح؟ I will try my best. Okay, which part do you want? The big one or the small one? Any. You want for the big one? Okay, هلا خلينا نجرب الريد فيلفت أول شيء شو بقول؟ بسم الله. بسم الله. Yeah, let's try. هذا المحل بصراحة يعني بخليك تصير مشاكل كوكيز ما كنت بتحبها. وزيك؟ مايند بلوينج. هذول يا اخوان ميني كوكيز ميني كوكيز كوكيز صغار
يجي معه بيزوس. شوكولاته بيضه وشوكولاته سوداء. همسو حبة البراونيز هي قلبها من جوا بشقف كندر بوين. زخم الشوكولاتة الموجود فيها هائل مخيف. يعني هي زاكي. It's too much chocolate, too much. ما بحبش كتير الشوكولاتة. محل بروكيز بصراحة. حشوة التقل الكمية طبعا صاحب المحل يقول المحبة مثل هاي ممكن تأكل اثنين لثلاث اشخاص
فعلياً يعني هاي الحبة مثلاً ممكن يأكلها واحد، ممكن إذا اثنين مش كتير بحبوا الحلو يأكلوها، بس هاي الحبة الكبيرة يعني هاي مثلاً تبعت ال 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 طب شوف الفرق. هاي فيها أوريو. يس هاي فيها أوريو. في لسه كمان عندي فيها بستاشي. هاي فستق حلو. جلد. أنا بقولكم كلوها أيوة فيها. وديك ده شط. أوكي هلا نفتح. هلا نفتح اللي هي البينات باتر بيسز. فتحت من ثلاث زوايا هاي. هاي طبعاً يا إخوان. العدو اللدود تبع ميسيس فولز. She doesn't like peanut butter at all. Enemy. تحبش البينات باتر بالمرة ميسيس فولز. أحسن. هاي بعد بس. أنا بحب البينات باتر. مش على مرائك هذا التحدي. لا. ما دام ما فيش صواصير وما فيش بطاطا يعني يبقى مش تحدي يعني. انا كلنا شايفه. مش شيء بيحرق اهم شيء. وين؟ خلص. خلص مريم انهزمت. خذي هذول المسك سبورتس. سبورتس. حالي وخذ كاس الحليب تبعتك. لا. ايش؟ ليش تكمل لحالك لا؟ خلاص بعرفين انا كان في شعور يلا. Now it's gonna get ugly. Ah, take this one with you. هاي أخوان صراحة أنا بدي أعطيها لمريم إنه هاي فيها شوفان. مريم بتحب الشوفان. Something healthy. Oatmeal. Oatmeal. مريم بتحب الأكل الصحي جدا بالمناسبة وبتحب الخضرة كتير بطريقة مش طبيعية عكسي تماما. وبتحب الأشياء اللي بتعرفها مبسوطة. يلا. Run run. أوكي. هيك بما إنه مريم انسحبت راح نكمل إحنا. طبعا انا مريم قاعدة ميسيس فولز معي. مريم هنا هون. هذا هو رأيي. بتحبي تاكلي هاي؟ لا. It's very childish. This is for Kimonster. For who? Cook. اوكي كاكي تبعت هي سمسم. ما بتعرفش كوكي مونستر؟ ما يو ار ذا كوكي مونستر. خلينا ندور شوف الشوفان. هو مش بطاري. لا زهق جد. حاسب طعم القرفة بس صراحة مع اني من اشد اعداء الاوبني بدو الشوفان لانه هاي بتاع كتير زهيد عن جد كتير زهيد. هاي يا اخوان البراونيز الفج العادي. ليش سكران؟ يا بابا انا ما بصدق خلص من فيس ميسيس فودز لما تطلعي لي انت. ماشي اوكي ها.
I will tell you when to open them. Don't open them. No, 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 I'm not gonna eat something without looking at it. ايش معي؟ ايش 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 شو؟ ممنوع. لا مش راح مش راح اكلها. لا لا مش راح اكل يا جماعة الخير. ايش هذا؟ ما شاء الله تصير يا مسز فوتي علي. لا شوبي ايش ايش ايش؟ ممنوع. I'm not eat it though. As simple as that. I'm not gonna eat it. I have to see what I'm eating. لا 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 كم كم شو عم بدي هذا؟ شو؟ خليني اورجيهم الشر اللي انتم فيه. ايش هذا؟ شو هذا؟ شطاط؟ تعي 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 والله اللي تاكليها انت تعي فرصة I would love to حطيت لي شطاط؟ اعطيني محل ايش هالعيلة يعني؟ يعني بابا كيف زبطت معك؟ هذا تحدي سويتس قاعدة تاكلي انت شطاط تعي غربة فرصة ساندويتش شطاط هذا والله ما انت موصيتها زي ما حكيت لكم يا جماعة على البرونيز بشكل تاني تاكل هاي الاشياء لحالك ما حدش عم بيدوق منها مش عدل لازم تطلع جائزه حاضر تكرمي لي كمان وتكرمي منكم نعم منيح لا نعم نعم جيف اوي لا ثلاثه جيف اوي لا ايش ما شاء الله تهجين قدام الناس اربعه جول اوكي اربعه جول طيب give me the boss اعطيني الصندوق اللي جبنا فيه خليني ارجع ايه اربع علب لاربع اربع كسبانين مختلفين راح نطلعهم من ثلاث فود من بروكنز على هذا الفيديو يا جماعه شرطين للمسابقه فيش اسهل منهم خلينا نكمل الليله هاي لانه انا السكر صار عندي 5000 هلا انا والله نفسي ادوق هاي فستق الحلبي المفروض انها تخفف شوي من تقل يا حبيبي صراحه العيد كل الاحترام محمد حفظ مريم بابا يشوف تشايدس معلش لازم اعطي مريم
الموضوع كتير صعب. سكر. اوه. سكر عن جد تقيل. تقيل 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 متعب. Don't try this at home. Don't try this at home. أكبر زي والدتكم مريم. مريم. بابا can you help ولا يرفض؟ هاي يا اخوان دبل شوكليت يعني كمية الشوكولاتة اللي فيها الطعم اوه يلا يا بوتس يلا يا بوتس لاست ون لاست ون لاست ون بابا فوتس اخسر خلاص يا اخوان كمية مش ضخمة هيك بعض بعض بخلف عشان اولاده يساعدوه في مواقف مش زي مسز فوتس تحلل وتروح صح يا مريم هاي ايش يا اخوان المشكلة مش في كمية المشكلة في كمية السكر عشان هيك انا حاسس مخي عن جد توقف عن العمل مش هيتساعد فلوس مش هيتساعد هو في المهنة خلاص بدي اجيب تعشيم اجيب لك خبزة تربس الوضع حبيب 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 ما نعرف منك
حسستوني جدا من كتر السكر. ميسيس فودز ايوه تبا لك بعد كل اللي بتعمليه لي من تحديات ولا مره سبقتيني ان شاء الله. لا انا حابب اخش كب قدام الكاميرا هيك مش كيف بدك تعالي معنا. طبعا اول شيء هي فكره مريم يا جماعه انه انا ما بعملش تحديات شيء حلو. انا فعلا ما بعمل تحديات مش حلو عشان السكري الله يستر. بصراحه كان تحدي صعب كثير. انا اكتشفت ان كميه السكر الكثيره اصعب بكثير اكلها من كميه الاكل الكثير. كميه الاكل السيفري او المالح تقدر تغير طعم التومه تبين شيء، بس الحلو مهما حاولت تغير طعم التومه باي شيء ثاني رح يضل الحلو حلو. يعني انا حاسس اني انا مدبلك. وفكره الجائزه فكره مريم أربع علب زي ما زي هدول، العلبة ما شاء الله كبيرة مش صغيرة، أظن بيجي فيها خمس حبات كوكيز من الكبار كبار، والحبة بتأكل لها اثنين ثلاثة، فعم نحكي عن كمية منيحة يعني. رح يكون في عنا أربع جوائز من البروكيز، ما بدأ صعب الموضوع عليكم. المطلوب اعملوا فولو لبروكيز على الانستغرام، رح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف تحت، وعلقوا تعليق باسمكم وخلوا اصحابكم يعلقوا على اسمهم. اكثر اسم عليه تعليقات هو اللي يكسب الجائزه، رح يكونوا بالدور طبعا الاول الثاني الثالث الرابع الاربعه رح يكسبوا نفس الجائزه اللي هي الروكيز. بتعرفوش بهمه مريم ممكن اربعه يزيدوا بهمه فودز بتعرفوني انا بحب اسجل. كنتوا مع فودز بحبكم كثير. مريم بدك تقولي شيء بابا بفور اي كلوز الابيسود؟ كنتوا مع مريم وفوتس مشكلة. استنوا بحلقات جاية كتير ان شاء الله مرة نحطها شوية فترات فرح نعمل حلقات كتير قدام. الشرير هاي شو هتسوي من جيب الساندوتش الطبيعي الله يعلم شو هتسوي بعدين. هاي بنت المرة يلا يلا سيد لك مين بحبكم كتير. Stay healthy.